يعني الشهر خلص يا ابو سعيد. الله اكبر يا ابو ركان. الله المستعان. ما عاد بقى شيء فيه. الحمد لله. ابشرك ان الله سبحانه وتعالى يعني جعل حياه المؤمن كلها خير. طبعا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نحن في نعمه الاسلام نرفل ونهنأ بسعاده تلو سعاده. وبمغفرة للذنوب تلو مغفرة، وبرفعة للدرجات تلو رفعة. عندما يعني ينتهي موسم رمضان ما هي إلا أيام، ويأتينا موسم الحج، هذا الموسم العظيم الذي فيه تغفر الزلات، وفيه يوما من وقفه في عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي يقول الله سبحانه وتعالى الملائكة لمن شهد الموقف اشهدكم أني قد غفرت لهم. فبشرك يا أبو عبد العزيز المسلم بخير. يا سلام. ويوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي صومه يوم واحد بس إني أحتسب على الله أن يكفر عاما قبله وعاما بعده. إيش هذا العطاء؟ سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزال مهما هفى العبد عفا ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. الله كريم سبحانه، الله غفور، الله ودود، الله سبحانه وتعالى يده سحى ينفق في الليل وفي النهار سبحانه جل جلاله. وذكرت بالأمس أنت شيخنا الحديث القدسي الذي فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألوني مسألة وأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينزل ينقص المخيط من البحر أو كما جاء في الحديث. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغ رمضان. ترى هذه نعمة عظيمة يا أبو عبدالعزيز. نعم نعمة عظيمة أخواني المشاهدين والمشاهدات، أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بأن أكرمنا ببلوغ هذا الشهر وأكرمنا بتمامه وصيام. فهذه من النعم التي يعني والله لا نستطيع أن نجازيها. سلام ورحمة الله لأبو نايف، يلا حية. كون الله سبحانه وتعالى يمتن عليك بصيام شهر رمضان، يمتن عليك بقيامه وأنت بصحة وعافية، هذه نعمة عظيمة. وأخواننا الذين في المستشفيات أو الذين يتلقون العلاجات أبشرهم أنهم على خير، لأن المؤمن الله سبحانه وتعالى إذا حب العبد أصاب منه رفعة لدرجاته وتخفيفا لسيئاته. بل بعض السلف الصالح إذا لم يصب بشيء يخشى على نفسه من النفاق. والمسلم سبحان الله، بعض الناس يقول لك أنا والله في المستشفى أو أنا تعالج أو أنا عندي مرض، أنا أبو نايف يقول ما أقدر أصوم مثلا أو ما أقدر أقوم. أبشر أن في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل صحيحا مقيما. عرفت شيخ الحديث كيف؟ نعم. إذا سافرنا نقصر الصلاة فيكتب لنا أجر الصلاة كاملة، فضل من الله. إذا مرض الإنسان يكتب له عمل الذي كان يعمله صحيحا معافى. أنت كنت تقوم رمضان اللي قبل واللي قبل واللي قبل ولكن منعك المرض من القيام، يكتب لك الأجر كامل. كنت تصوم يكتب لك الصيام. كنت تقوم ليلة القدر وتوفق للقائها والفوز فيها يكتب لك ليلة القدر، يكتب للمسلم أبدا ما ينقص. إذا صليت أنت ولا شيء يصير. وحتى اللي عندهم أب مثلا أو أم أو أخ أو أخت في غيبوبة مثلا، فهذا على خير، هذا ميزان حسناته ماشي. يا الله. والسيئات متوقفة لأنها الآن ما يعمل سيئات، يا الله. ولكن يكتب له من الخير ما كان يعمل صحيحا مقيما. كان يكفى الأيتام بسبب مرضه توقف الكفالة يمشي أجر هذه الكفالة. يا الله. كان يصوم الاثنين والخميس يمشي أجر هذه الاثنين والخميس. كان بارا بوالديه يمشي أجر البر. كان واصلا لرحمه يمشي له أجر صلة الرحم. كان محسنا، كان متبسما، كان كريما، كان جوادا، كان معطاء لا يتوقف، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما على الإطلاق من خير. تتوقف السيئات. فبعض الناس عنده قريب له سنة ولا سنتين ولا ثلاث في غيبوبة، هذا الحسنات تراها تمشي. الله أكبر. فهذا نعيم، هو قاعد ترتفع حسناته وتتوقف سيئاته. يا الله، لك الله يحبه، الله يرفع درجته
ويريد الله أن يتوب عليكم. الله يبي يتوب علينا، الله يبي يطهرنا، الله يبي ينقينا. أحيانا الله يضيق عليك الرزق لحكمة يعلمها الله سبحانه حتى ينقيك ويطهرك. فمن نعم الله علينا أن بلغنا رمضان، اللهم لك الحمد، ومن نعم الله علينا أن أتممنا هذا الشهر، ونسأل الله أن نتم ما بقي منه في هذا اليوم. اللهم ومن نعم الله علينا أن صمنا وقمنا، يلا في نحن في أمن وفي أمان وفي رغد من العيش، ولله الحمد. فنحمد الله أولا وآخرا.